الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نرحب بحضراتكم من خلال برنامج فاسألوا على تلفزيون الوطن للإجابة على أسئلة حضراتكم من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف. سائل يسأل ويقول: ما حكم غسيل الكلى في نهار رمضان، وهل ذلك يفسد الصوم أم لا؟ نقول وبالله التوفيق أن الأصل في شريعة الإسلام قامت على التيسير وليس على التعسير. قال الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن القواعد المقررة عند فقهائنا رحمهم الله تعالى أن المشقة تجلب التيسير، والله سبحانه وتعالى أباح للمريض الإفطار في نهار رمضان، وأن يقضي هذه الأيام التي أفطر فيها لو كان هذا المرض غير مزمن. أما لو كان هذا المرض مزمن ومتابع له في حياته فإنه يخرج فدية عن كل يوم قد أفطره في نهار رمضان. وبالنسبة لغسيل الكلى في نهار رمضان، نقول أنه لا يفسد الصوم ولا يؤثر على صيامه، لكن الإنسان لو رأى أن أمره أو حالته ستسوء بصومه فإنه يبوح له الإفطار في نهار رمضان، ويبيح له إما قضاء هذه الأيام، أو كان هذا الأمر مزمن وهذا المرض مزمن فإنه يخرج عن كل يوم فدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلى وأعلم.